السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتشاركوا الفيديو. وان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم عصير منعش وصحي. غادي نحتاج ليه غير الجزر والباربة كمكونات أساسية، وغادي نحتاج السكر جوج معالق ولا قل ولا أكثر، المهم على حسب الحلاوة ديالكم. أنا ما كنكترش السكر، ودانون فاني، عصير حامضة، والماء لتر من الماء. المهم كتبقى المكونات كتبقى على حسب الكمية اللي غديرو نتوما، ممكن ديرو أقل ممكن ديرو أكثر. اول حاجه غادي نقوم بها هي غادي نقشر الباربه ونجر خيزو. ما غاديش نسلقهم لان السلق كنفقدوا فيه بزاف ديال الفوائد والفيتامينات اللي تيكونوا في الخضر. غادي نطحنهم بحال هكا خضرين، وتيبقى لكم الاختيار عاوتاني اللي بغى يسلقهم. غير هو الا سلقتوهم طحنوهم في الماء ديالهم، ما تحاولوش تبدلوا الماء ولا انكم غير تخويو، من الاحسن انكم تطحنوهم في الماء ديالهم. ودابا غادي نقشر خيزو. هنا من بعد ما كملت التقشير قطعتهم الطريفات، وغادي نوضعوهم في الطحانة مباشرة مع جميع المكونات اللي باقية، البربال، الجزر، والسنيدة، دانون، فاني. وممكن عاوتاني تستعملوا اي دانون بالنكهة اللي كتبغيو. عصير الحامض والماء. صافي، وغادي نطحنوه ونقدموه بارد. كيجي منعش بزاف وصحي، كينفع الناس اللي عندهم فقر الدم ولا نقص في الفيتامينات، راه صحي بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش اللايك والاشتراك، وشكرا على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.